اليوم في برنامج مبدعون، منزل حديث يمكن تشييده وتشغيله خلال يوم واحد. ما هي البيوت الخاملة ولماذا سيرتبط بها مستقبل البشرية؟ كيف تمكن المبتكرون الأوكرانيون من ابتكار بيت ذكي موفر للطاقة؟ ستبحث يو اي تي في في واحد من أكثر المشاريع الواعدة والثورية لعام 2018. مبدعون. فيلم الرحلة الفضائية 2001 للمخرج ستانلي كوبريك والكاتب أرثور كلارك هو واحد من أكثر أفلام الخيال العلمي تشويقاً في التاريخ، رغم أن تسميته قد تبعث على الابتسام. ولم تتحقق الرحلات الفضائية المأهولة نحو أبعد كواكب المجموعة الشمسية كما توقع في بداية القرن 21، ولكن لماذا أخطأ الكاتب ومستقرئ المستقبل الناجح أرثور كلارك إلى هذا الحد؟ كان من الواضح للكثيرين في الستينات أن قفزة كبيرة في استكشاف الفضاء ستلي الرحلة إلى القمر، وأن البشرية ستوصل عام 2001 إلى ما يعرضه الفيلم. ولكن القلائل هم الذين عرفوا أن التقدم ليس خطاً مستقيماً مندفعاً نحو الأعلى، وإنما سلسلة من الموجات المتتالية على الأغلب، حيث تلي مراحل الازدهار النشيط مراحل من الركود والتراكم التكنولوجي المهيبة للقفزة اللاحقة. يسمي العلماء هذه العملية بالموجات التكنولوجية، وحددت قمم هذه الموجات الخمس الثورة الصناعية وابتكار أول محرك واكتشاف الكهرباء، ومن بعدها محركات الاحتراق الداخلي بالإضافة إلى صناعة الطيران والطاقة النووية، ومن بعدها ظهور تكنولوجيا المعلومات. وها هي القمة السادسة على الأبواب، ويتوقع العلماء أن يصبح العام 2018 انطلاقة لقفزة انفجارية نحو الأمام، إذ تمثل تكنولوجيا الناتو والطاقة الجديدة، والأهم التمكن من ربط الإنجازات العملية التي جرى التوصل إليها سابقاً من خلال الحوسبة الشمولية موجة التقدم السادسة، التي ستحدث هذه المرة دون أن تكلفنا ثمناً باهظاً كما في السابق، دون تلويث للبيئة وإنهاك الموارد. من الأمثلة الدالة على خصائص الموجة الخامسة هي البيت الذكي، وعلى الموجة السادسة البيت الذكي المستقل تماماً الذي يمكن بناؤه خلال ساعات معدودة. الوهم الأكبر عند كل من يتعرف على مشروعنا هو أنه يظن أن منتجنا هو منزل، لكن المثير أن منتجنا ليس كذلك، بل هو يمنح إمكانات أكبر من ذلك بكثير. هو عبارة عن مصفوفة نبنيها لنملأها بالمحتوى. يترأس ماكسيم ويوليا هيربوت موقع للابتكارات ونوايا التغلب على مسألة ثورية تتمثل في تغيير نظرة الإنسان إلى المسكن عموماً، مثلما غير ظهور الهاتف الذكي التصور حول الاتصالات اللاسلكية، وهذا البيت لا يشبه أبداً سابقيه. يطبع الهيكل بواسطة الطابعة الحجمية، هو أمتن بست مرات من الفولاذ وخفيف جدا، ما يتيح نقله من مكان إلى آخر وتغيير مشهد النافذة. هل من الممكن بناء بيت خامل لا يحتاج إلى ربطه بشبكات الخدمات؟ كيف يمكن للنظم الذكية أن توفر مساكن مريحة ترونها لأول مرة؟ ولماذا البيت الأوكراني المستقل أحدث هذه الضجة في السوق العالمية؟ عن كل هذا لاحقا في البرنامج. ماكسيم هيربوت من مواليد ماريوبل، وهو مركز صناعي أوكراني كبير منذ الموجة التكنولوجية الرابعة، فيها مصانع التعدين ومصانع المواد الكيميائية والآلات، وتتمتع بقاعدة جيدة لإعداد الاختصاصيين. أنهى ماكسيم معهد أتمتة نظم الطاقة في الجامعة المحلية، ولكنه راح في كييف يعمل في قطاع مختلف جدا في البناء. مارسنا مع مجموعتي منذ 15 عاما تصميم وبناء البيوت الموفرة للطاقة التقليدية. تراكمت في إحدى المراحل مجموعة كبيرة من الأفكار التي احتاجت منفذا، فاجتمعنا منذ سنتين وقررنا أن بناء البيوت العادية الموفرة للطاقة أمر ممل، ويجب علينا أن نقدم للعالم شيئا لم يفعله أحد من قبل. بدأوا ببناء البيوت التي دفعت ماكسيم إلى الملل منذ سبعينيات القرن العشرين، وهي كانت على العموم بيوتاً ريفية مدمجة على نحو البيوت الخاملة الألمانية العائدة للتسعينات. حينها رسخ مصطلح البيوت الخاملة، البيت الذي يتطلب أقل طاقة عند استخدامه الأقصى. تستخدم النماذج الكلاسيكية ذات المواد تقريباً المستخدمة في عزل البيوت، ومنها مثلاً الفلين والألياف الصناعية التي تحتاج إلى الاستبدال من وقت لآخر، وكان هذا تحديداً التحدي الأول أمام ماكسيم وفريقه. أردنا بناء بيت مكون من مواد لا تفسد مع الوقت. بدأنا التجارب على الألياف الكربونية ومتعدد اليوريتان والألياف الزجاجية وعلى الأنواع المختلفة لأبوكسي الراتنج، ورحنا نشتغل بالبازلت النانوي لتعديل خصائص احتراقه. مهما كانت المواد المستخدمة، تفرض جميع طرق البناء التقليدية وجود أماكن موصولة في المبنى،
التي ستؤدي حتما إلى خسارة البيت كمية معينة من الحرارة، وكلما كانت أكبر كلما كان حجم البناء أصغر. وتمثل النوافذ كارثة البيوت الموفرة للطاقة، لذا كانت النماذج الأولى أشبه بالملاجئ وليست بالبيوت الريفية. يعرف كل من يبني البيوت الموفرة للطاقة أنه من الممكن فعل كل شيء، ولكن لا يجب أن تصمموا أكثر من نافذة واحدة إذا أردتم بناء بيت خامل، لأن النوافذ وللأسف هي أكثر الأجزاء المستهلكة للطاقة في أي بناء. التحدي الكبير الثاني الذي نعلنه لكل مشيد أننا جعلنا أكثر من 50% من الواجهة زجاجياً. وأخيراً التحدي الثالث هو في جعل البيت مستقلاً تماماً 100%، والأهم بيتاً متنقلاً يسهل نقله ووضعه. تتطلب كل واحدة من هذه المهمات اجتياحاً فكرياً وسلسلة من التجارب. نجح المهندسون الأوكرانيون في تحقيق ذلك خلال سنتين فقط. كيف يصنع هذا؟ تعرض يوليا هيربوت واحدة من النماذج الأولية للبيت الأوكراني الخامل في يوم من أيام البرد القارس، وهو غير مربوط بأي شبكات للخدمات العامة. يبين ميزان الحرارة 3 درجات تحت الصفر، ولكن هذا الجدار الزجاجي يتحمل أكثر من هذه الحرارة. نوافذنا أدفأ من الجدران، بالرغم من أن الجدران دافئة أيضاً في بيتنا، وتتكون من 6 ألواح زجاجية يفصل بينها فراغ يحافظ على الحرارة، أي أن النافذة من هذه الناحية أبرد. وإذا ما لمسنا شباكنا من الداخل فهو دافئ جدا. وفقا ليوليا، يمكن تركيب هذا البيت في النرويج، وحتى لو كانت الحرارة ناقص 20 لن تتجمد النافذة حتى ولو شغلت كل الجدار. والمسألة ليست في أن سماكتها 35 سنتيمتراً أبداً، فداخل هذا الفراغ وضعت مجمعات فراغية فريدة وشفافة بالكامل. تستطيع نوافذنا امتصاص الأشعة تحت الحمراء في جميع الحالات، حتى في الطقس الغائم فهناك أشعة تحت الحمراء. تسقط هذه الأشعة على فخ بين الألواح الزجاجية لتنعكس في الاتجاه المطلوب دون أن تؤدي إلى خسائر عملية في الضوء المرئي، ولكن عند وجود عدد من الألواح لا ترون الفرق، وأن هذه النوافذ ملونة بعض الشيء. جدران البيت الأوكراني الخامل فريدة أيضاً، ولصنعها قامت مجموعة المهندسين بإجراء عشرات التجارب على المواد المختلفة، وكانت النتيجة قفزة في قطاع البناء العالمي حسب تأكيد ماكسيم. فوفقاً لحساباته يعادل هذا الجدار بسماكة 20 سنتيمتراً من ناحية كفاءته في توفير الطاقة جدار من الطوب بسماكة 7.5 أمتار. وتعرض يوليا علينا مقطعها. صنعت جدران بيتنا من هذه الألياف بواسطة طابعة حجمية صناعية ضخمة، فنحصل على هذا الحائط وهذه قطعة منه، ويجري ملء كل هذا الفراغ الذي حصلنا عليه بمتعدد اليوريتان بواسطة الطباعة الحجمية. القول أن هذه الجدران مصنوعة بواسطة الطباعة الحجمية يبسط الأمر جداً. لا يوجد مثل هذه الطابعة الصناعية التي يمكنها أن تحوي هيكل البيت بالكامل. هم يستخدمون في الواقع الأذرع الروبوتية المزودة برؤوس خاصة، وتذكر العملية ببناء البيوت بواسطة عدة رافعات، ولكن بشغل مصغر، ولكنها لا تبنى من وحدات منفصلة وإنما من خلال ضخ الألياف المتواصل. من خلال خلط المواد طبقة تلو الأخرى نحصل على شكل معين، والمنفعة الأهم التي نحصل عليها هي وحدة الهيكل غير المحتوي على أي فواصل. بيتنا اليوم هو هيكل موحد متكامل، أو قطعة واحدة منفذة بطريقة واحدة بأسلوب الضخ المستمر بواسطة التكنولوجيا المركبة. يؤكد ماكسيم أن بناء الهيكل يحتاج إلى 8 ساعات فقط، وهذا رقم قياسي اليوم في قطاع البناء. ركبت على سطح البيت ألواح شمسية حديثة لتوليد الكهرباء، ويبدو أن لا شيء ثوري في ذلك، إلا أن خاصية البيت الأوكراني الخامل في كيفية استخدامه للطاقة المنتجة، فتخزينها في النهار لاستخدامها في الليل غير كاف، ولن نحصل بهذه الطريقة على كفاءة طاقية 100%. لذا ابتكر ماكسيم نظاماً معقداً وذكياً لتوزيع الطاقة، الذي مكنه بالدرجة الأولى من التخلص بالكامل تقريباً من المتطفل الأكبر في أي بيت خامل، وهو مصروف التكييف الكبير.
50%. 70% من ميزانية الطاقة تصرف على التكييف، ونحن خفضنا استهلاك الطاقة من أجل التدفئة 40 ضعفا، حتى صار ما يحتاجه غلي القهوة من الطاقة أكثر مما تحتاجه لتدفئة البيت، حتى لو كانت الحرارة في الخارج ناقص 20. هذا ما توصلنا إليه، تحتاجون عند هذه الحرارة إلى 800 واط فقط لتدفئة البيت، ومهما كانت الألواح الشمسية المستخدمة على مساحة 40 مترا مربعا فهي كافية حتى في الجو الغائم. هذا خلاط كهربائي عادي بقوة 800 واط، وصنع خليط الفاكهة يستهلك نفس الطاقة التي يستهلكها البيت الأوكراني الخام للتدفئة عندما تكون الحرارة ناقص 20. هكذا بفضل عدد من الحلول التقنية وبفضل رفع كفاءة عزل الجدران والشبابيك، تمكنوا من توفير كمية كبيرة من الطاقة الكافية لتشغيل الأجهزة المنزلية. هذا البيت المراعي لجميع الوظائف والراحة هو الحل الأنسب لعيش شخصين. كما ويوجد عدد كبير من الخزائن وسرير لشخصين، ويوجد مطبخ في بيتنا مزود بجميع الأجهزة، غسالة أوان، غلاية قهوة، وفرن، وبراد، مع ثلاجة كبيرة. بالإضافة إلى غسالة الثياب ودش وحمام مستقل، هناك سر آخر لكفاءة توفير الطاقة في البيت الأوكراني الخامل، وهو نظام التحكم بجميع الأجهزة وبعوامل التكييف المنفصلة. يجري التحكم بواسطة المنظم الحراري بدرجة الحرارة في البيت ورطوبة الهواء، ويمكن من خلاله التحكم بجميع المؤشرات وكمية ومدخرات الطاقة والحرارة والرطوبة وتأين الهواء من أي بقعة في العالم. التحكم عن بعد ليس ابتكارا جديدا في صناعة البيوت الذكية، وهو بخلاف الذكاء الاصطناعي الذي يدرس عادات أي من قطني البيت القادر بنفسه على اتخاذ الحلول اللازمة الكفيلة بتوفير الطاقة. لقد تعلم الأوروبيون المعاصرون إطفاء أو تخفيف التدفئة من أجل التوفير. البيت الأوكراني الخامل سيقوم بهذا بدلاً عن الإنسان. بيتنا ذكي بما فيه الكفاية ومطلع بما فيه الكفاية أيضا ليتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة وتوزيع الطاقة، وبهذا يختلف عن جميع ما تقدمه صناعة البيوت الذكية. نقترب الآن من وضع منتج جديد يمكنه اتخاذ القرارات والمساعدة في تربية السلوك عند الأفراد. هذا يعني أن البيت لا يطفئ التدفئة فقط عندما يكون الطقس دافئاً، بل ويمنع الإنسان من تشغيل المشعاع وهدر الطاقة الباهظة الثمن. ويؤكد ماكسيم على أن المستخدم يستطيع دوماً الاختيار ما بين نظام التحكم اليدوي أو المؤتمت الموصى به عندما سيطلب البيت السماح لتنفيذ بعض الأفعال، ولكن هذا غريب بالنسبة للمهندس، كما لو أن السيارة تسأل السائق السماح بفتح وسائل الوقاية عند الاصطدام. بالمناسبة يمكن للبيت الأوكراني الخامل أيضاً المساعدة في إنقاذ الحياة. يستطيع البيت التعرف على ملامح وجهك عند المدخل، وإن ارتفعت حرارة الجسم فوق 39 درجة أثناء النوم ولا تدري ما يجري لك، يستطيع هو المساعدة في إيقاظك وطلب الإسعاف، أو فرضاً عند سقوطك على الأرض وفقدانك للوعي يستطيع هذا البيت طلب الإسعاف وإنقاذ حياتك. سيجرب 100 شخص في الولايات المتحدة مع بداية العام 2018 عمل البيت الأوكراني الخامل، ووفقاً لمعطيات الاستخدام سيقوم ماكسيم وفريقه على تطويره أكثر، ويبدو أن المشروع لن يعاني من قلة المختبرين في المستقبل. هناك اهتمام كبير جدا، فسعره بوصفه بيتا متكاملا لا يحتاج إلى دفع فواتير الخدمات ولا أي خدمات عامة غير عال أبدا بالنسبة للسوق الأمريكية، وأكثر ما يجذب الأشخاص صغر حجمه وإمكانية نقله. تشير يوليا إلى أنه سيمكن إيصال البيت الأوكراني الخامل إلى مكانه خلال يوم واحد، مثلاً كبيت للضيوف في الفناء. كما ولد ماكسيم مخطط أكثر طموحاً لاستخدامات البيت في قطاع الخدمات. تصوروا شبكة من هذه البيوت في جميع الأماكن الجميلة في العالم، وكل ما عليك فعله أخذ الهاتف واختيار المكان بعد التعرف على المنظر المحيط في مجال 360 درجة. ستنتظركم فيه جودة وخدمات مضمونة. والآن الأطعمة المحببة موجودة في البراد، والموسيقى والحرارة والإضاءة ولون الإضاءة التي تحبون.
يعد البيت الأوكراني الذكي الخامل المحمول أن يصبح في غضون بضعة سنوات شيئاً مألوماً في جميع أرجاء العالم كالتليفون الذكي، وسيكون هذا فقط بداية الموجة التكنولوجية السادسة التي ستغير نوعية حياة البشرية جمعاً.